عاد جوهرة نادي الصحة محسن جوهر إلى صفوف الفريق من جديد بعد نصف موسم من اللعب مع نادي النصر، لم يقدم فيه المستويات المنتظرة ليطالب اللاعب بفسخ عقده والعودة إلى بيته صحم الذي نشأ فيه وتألق معه محققا بطولتين لكأس جلالته لكرة القدم. كما وقع خالد اليعقوبي لاعب نادي فنجاء لعقد احترافي مع نادي الجهراء الكويتي لينضم رسميا إلى الفريق الكويتي في أول تجربة احترافية له خارج السلطنة.